بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم أجمل تحية هنا من ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا اليوم الثالث من ديسمبر لعام 2022 في احتفالات دولة الفتية بعيدها 51 وبهذا اليوم الوطني المجيد. نرفع آيات التهاني والتبريكات ل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بهذه المناسبة السعيدة. أدام الله علينا الأمن والأمان وهذه القيادة الرشيدة من خلال انطلاقاته وتحديات هذا المساء. مشاهدينا الكرام، ترحيبنا بكل الحاضرين في ميدان المرموم وكذلك بالمتابعين أمام شاشة دبي ريسينج 2 في المتابعة الشيقة لانطلاقات هذه السباقات. سباقنا اليوم يحتوي على 14 شوطا خاصة بالفئة العمرية من الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ. فأهلا بكل الأحبة، أهلا بكل المتابعين لهذه الانطلاقات الاستثنائية ولهذه المشاركات من شعاراتنا مؤسساتنا العملاقة التي تدعم سباقات الهجن في كل محافل وفي كل عمر وسن من هذه الفئات. على البركة ينطلق أول الأشواط الخاص بالأبكار لتنطلق من خلاله هذه الدفعة المميزة والأصيلة. هذه البداية مشاهدينا الكرام لهجن الرياسة، حيث تتقدم الشاهينية لهجن الرياسة وبقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، حيث يبدأ أول انطلاقات التحدي والتنافس. المركز الثاني وصلت الشاهينية، تعود ملكيتها من هجن العاصفة، بينما في عملية التضمير يأتي غياث الهلالي ليتابع هذا اللقاء. النقل إلى المركز الثالث، الثالث وصول من قبل هملولة لهجن الرياسة ويأتي في عملية التضمير والتدريب. هنا الظافر علي بن جميل الوهيبي، بينما المركز الرابع الشاهينية قادمة لهجن الرياسة وبقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما في المركز هذه خامس المراكز وصول مشاهدينا الكرام من خلال وجود حربة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة المضمر عبيد بن محمد بن ضبيعة. انتقل الى المركز السادس، حيث وجود الشاهينية لهجن الرياسة وبقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. اما المركز السابع فتقدمت من خلاله هملولة لهجن الرياسة وبقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. المركز الثامن والتاسع والعاشر لهجن العاصفة، حيث تتواجد هذه الأسماء وشواهين العاصفة في هذا الموقع بقيادة المضمر غياث الهلالي. ها هي النتيجة مشاهدينا الكرام لأسماءنا المتقدمة، للأسماء الحاضرة في منافسة ومناقشة أول انطلاقات المساء، أول انطلاقات تحديات هذا اليوم هجن أصحاب السمو والشيوخ. على البركة نعود من جديد لنسير إلى المقدمة وإلى الصراع الأول وإلى حيث البداية الأولى. ما شاء الله، هذه هملولة تخطف الأنظار وتتقدم مشاهدينا الكرام لتبهر المشاهدين والمتابعين. هملولة لهجن الرياسة وبقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي يسيطر على بداية هذا الناموس، بينما في المركز الثاني، المركز الثاني القادمة الشاهينية وتعود الملكية لهجن الرياسة، حيث يتواجد في عملية التضمير محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من خلال هذه الانطلاقات، حيث هو من أشرس المضمرين ولقب بالمجازف. بينما المركز الثالث كذلك وجود الشاهينية لهجن الرياسة ويأتي في عملية التضمير
محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما في المركز الرابع الحاضرة هذه الشاهينية بشعار العاصفة وهجنها ومع قيادة المضمر غيات الهلالي، حيث اندفعت هذه الأربع إلى حيث المكان الأول، حيث المكان الأرفع في مقدمة هذا الشوط، بحثا عن انتصار وتحدي بين الجماهير والعشاق على الهواء المباشرة. المركز الخامس وصول من وجود حربة في هذا الموقف، هذه حربة أمامكم تحتل المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها ويتابعها في عملية التضمير عبيد بن محمد بالضبيعة. أما المركز السادس فوصول من هملولة لهجن الرياسة وبقيادة علي بن يميل الوهيبي خاطفا كذلك هذا الموقف، وخاطفا انطلاقا من انطلاقات هذا المساء مع شعار هجن الرياسة. المركز السابع وصلت الشاهينية لهجن الرياسة وبقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، تحتل المركز السابع. المركز الثامن الشاهينية لهجن العاصفة المضمر غيات الهلالي، المركز التاسع الشاهينية لهجن العاصفة غيات الهلالي أيضا في المتابعة، كذلك المركز العاشر لهجن العاصفة وغيات الهلالي في عملية التدريب والتنظيم. هكذا هي النتيجة، هكذا هي التحديات المسائية الأولى في ملتقى هذه الليلة، في ملتقى الأصايل، في ملتقى الدلائل، في ملتقى الكبار، حيث تلتقي هذه السلالات، حيث تنتقي هذه الأنواع في مساء هذه الليلة، في مساء الليلة في اجتماعها على أرضية ميدان المرموم للتنافس والاختيار موقعها المناسب مع المضمرين. بينما المقدمة ما شاء الله وصدارة هذا الشوط، هذه المقدمة لا زالت هملولة، لا زالت هملولة لهجنة الرياسة مسيطرة وبقيادة علي بن يميل الوهيبي، حيث خطفت من خلالها انطلاقة هذا الشوط وهي المتقدمة حتى اللحظة ومتحكمة بقيادة أول مسارات هذا المساء. المركز الثاني هناك الشاهينية قادمة لهجنة الرياسة، ويأتي المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري حيث يتقدم إلى المركز الثاني. المركز الثالث أيضا عنوان من عناوين المنافسة مع هذا الشعار الحمر الخطر، حيث تتقدم كذلك الشاهينية وبحضور محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في متابعتها في قلب الميدان. المركز الرابع الشاهينية لهجنة العاصفة وبقيادة غيات الهلالي، هذه الأسماء التي حضرت، التي تحضر في اجتماعها لهذه الليلة أول أشواط المساء، مع الثنايا لنشاهد ما يدور من منافسة بين هذه الشعارات وبين هذه الأسماء وبين هذه السلالات المرشحة لانتزاع ألقاب هذا الموسم، ألقاب هذا الموسم في هذه الميادين. المركز الخامس وصلنا إلى هملولة هجن الرياسة ويأتي بعملية التضمير علي بن يميل الوهيبي. المركز السادس تقدمت الشاهينية لهجن الرياسة وبقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. بينما حربة تحتل المركز السابع، حربة حربة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة عبيد بن محمد بن ضبيعة. بينما في المركز الثامن هجن العاصفة هذه الشاهينية، المركز التاسع قادمة من خلال هذه اللحظات هملولة لهجن سيح السلم، ويأتي في عملية التضمير سعيد بن محمد بن مروشد. في المركز التاسع افراح تحتل المركز العاشر لهجن الرياء افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم، وفي عمليه التضمير والتدريب ياتي طارش بن مبارك بالقوبع. هذه النتيجه حتى هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، لكن وين وصلنا؟ الى جسر العبور، الى جسر العبور، إلى أين المرور أيتها الثنايا؟ إلى أين الحضور أيتها المرشحات الأصايل؟ عودة إلى هملولة وهي مسيطرة إلى مقدمة الشوط، هذه هملولة في مكان الناموس
في مكان الانتصار هملول لهجر الرياسة وبقيادة علي بن جميل الوهيبي حيث حضرت هذه المناسبة وفي هذه المنافسة لتنتزع ناموس هذا الشوط. لكن هناك هجن العاصمة، هناك هجن الرياسة، هناك المضمرين الذين دائما يجتاحون الرموز وأشواطها في مشاركاتهم مع السلالات الأصيلة ومع هذه الهجن الحاضرة المدعومة والمدعمة بشعارات مؤسسات عملاقة المقدمة حيث الآن الشاهينية لهجن الرياسة حضرت وغيرت إلى المركز الثاني بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. العاصفة العاصفة تتقدم إلى المركز الثالث مع حضور الشاهينية وتواجدها في هذه الانطلاقة مع المضمر غيات الهلالي. إذا هذه الثلاث اللي على اللي زانت بها ميادين السباق، اللي زانت بها لحظة الناموس والتتويج. لكن المقدمة هملولية، هجن الرياسة مسيطر 1200 على خط النهاية، وهملولة لا زالت مستثمرة للوقت وللتحدي وللأرقام. هذه هملولة، هجن الرياسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي. لكن هناك الشاهينية، هناك الشاهينية اللي تتواجد على المركز الثاني بشعار أيضا هجن الرياسة مع المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثالث قادمة، هذه الشاهينية هجن العاصفة غياث الهلالي. يلا ثلاثة مضمرين، ثلاثة مضمرين من أقوى المضمرين، يعني مضمرين مرشحين لانتزاع الألقاب في كل المحافل وفي كل النواميس. لكن الظافر مسيطر، المجازف وغياث، هذه الثلاثة. لكن الشاهينية وهملولة، هملولة مسيطرة، لكن الشاهينية تتحرك بدون أي تعليمات، تقلص الفارق بينها وبين هملولة. الشاهينية لهجن الرياسة ومع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. بدأت تخطف الأنظار، بدأت تخطف الأنظار في هذا المساء. هذه هملولة، هذه شاهينية غيرت إلى المركز الأول، هملولة في المركز الثاني، هجن الرياسة هملولة في المركز الثالث، هجن الرياسة. اللحظات الاستثنائية الخطيرة، الشاهينية طارت، الشاهينية طارت بناموس هذا الشوط. هملولة تحاول، هملولة تحاول بين المجازف والظافر ليحملون الشعار هجن الرياسة، هجن الرياسة في هذا المساء خطفا لأول الأشواط المسائية. هجن الرياسة الشاهينية خطفت الناموس. تهانينا لهذه المؤسسة العملاقة والقائمين عليها، والتهنئة للمضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوز الشاهينية بالمركز الأول. المركز الثاني هملولة لهجن الرياسة، المركز الثالث هملولة هجن الرياسة، المركز الرابع الشاهينية لهجن العاصفة، والمركز الخامس لحظات الوصول الشاهينية أيضا من هجن الرياسة. هكذا هي انطلاقة هذا الشوط، هكذا هو المفعول من خلال المنافسة والتحدي في هذا المساء في هذا الرقي التي قدمت هذه اللجنة الأصيلة في ملتقى أول أشواط المساء. التوقيت الزمني أمامكم حاضر، 12 دقيقة 24 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. هي الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. 12 دقيقة و25 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا أيضا لهجن الرياسة وللمضمر علي بن جمي اللهيبي على فوز هملولة بالمركز الثاني. أيضا المركز الثالث هملولة. 12 دقيقة 30 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن الرياسة وإلى